عزيزاتي التلميذات، أعزائي التلاميذ، إذا الحصة ديالنا ديال اليوم هو تصحيح الامتحان الوطني الدورة العادية 2019. إذا غنمروا للتمرين الأول. في الفضاء المنسوب إلى معلم متعامد ممنظم مباشر، إذا عندي O I J K، معلم متعامد ممنظم مباشر. نعتبر النقط A ذات الإحداثيات 1 ناقص 1 ناقص 1، و B نقطة B ذات الإحداثيات 0 ناقص 2 1، و C ذات الإحداثيات 1 ناقص 2 0. إذن أولا ألف، بين أن المتجهة AB فيكتوريال المتجهة AC تساوي المتجهة E زائد المتجهة G زائد المتجهة K. إذن أول حاجة غنقوم بها غادي نحسبوا الإحداثيات ديال المتجهة AB. إذن إحداثيات المتجهة AB أفصل B ناقص أفصل A، صفر ناقص واحد، أرتوب B ناقص أرتوب A، إذا ناقص اثنان ناقص ناقص واحد هي زائد واحد، أنسوب B ناقص أنسوب A دونك هي واحد ناقص ناقص واحد هي زائد واحد. إذا إحداثيات المتجهة AB هي ناقص واحد ناقص واحد اثنان. بالنسبة للمتجهة AC، إحداثيات المتجهة AC، إذا أفصل C ناقص أفصل A دونك هي واحد ناقص واحد، أرتوب C ناقص أرتوب A هي ناقص اثنان ناقص ناقص واحد هي زائد واحد، أنسوب C ناقص أنسوب A هي صفر ناقص ناقص واحد هي زائد واحد. إذا إحداثيات المتجهة AC صفر ناقص واحد واحد. إذن AB المتجهة AB فيكتوريال المتجهة AC تساوي، إذا نكتبوا عموديا، إحداثيات AB ناقص واحد ناقص واحد اثنان، إحداثيات المتجهة AC صفر ناقص واحد واحد، وغادي نكملوا المحددة ديالنا، المتجهة E عموديا المتجهة G المتجهة K. إذا غنديروا زائد ناقص زائد. إذن المتجهة AB فيكتوريال المتجهة AC تساوي، إذن هذا زائد زائد محددة في المتجهة E ناقص هذا الناقص اللي عندي هنا محددة في المتجهة G زائد، إذن هذا زائد اللي عندي هنا في الأخير محددة في المتجهة K. إذن بالنسبة للمتجهة E جات متواجدة في التقاطع بين السطر الأول والعمود الثالث، إذن غتبقى لي المحددة ناقص واحد اثنان ناقص واحد واحد، إذن ناقص واحد اثنان ناقص واحد واحد. بالنسبة لمتجهة جي جات متواجدة في تقاطع بين السطر الثاني والعمود الثالث، إذن غتبقى لي المحددة ناقص واحد اثنان صفر واحد ناقص واحد اثنان صفر واحد. بالنسبة لمتجهة كا متواجدة في تقاطع السطر الثالث والعمود الثالث، غتبقى لي المحددة ناقص واحد ناقص واحد صفر ناقص واحد صفر ناقص واحد. إذن غادي نحسبو زائد، نفتح القوس، واحد في ناقص واحد هي ناقص واحد، ناقص ناقص واحد في اثنان هي ناقص اثنان غتولي زائد اثنان في المتجهة إي، ناقص واحد في ناقص واحد هي ناقص واحد، ناقص صفر اثنان هي صفر في المتجهة جي زائد، ناقص واحد في ناقص واحد هي واحد، ناقص صفر في ناقص واحد هي صفر في كا المتجهة كا. إذن تساوي ناقص واحد زائد اثنان هي واحد إي، ناقص واحد ناقص صفر هي ناقص واحد مع هذا ناقص غتولي زائد واحد جي، وزائد واحد ناقص صفر هي واحد، إذن زائد واحد كا. إذن المتجهة AB فيكتوريال المتجهة AC تساوي، إذن E زائد المتجهة G
زائد المتجهة ك. غنكونو جاوبنا على السؤال. إذا غادي نمرو للسؤال ب. ب استنتج أن إكس زائد إيكغيك إكس زائد إيكغيك زائد زد زائد واحد يساوي صفر هي معادلة ديكارتية للمستوى ABC. إذا بالنسبة لهذا السؤال نقدروا نحلوا هذا السؤال بطريقتين مختلفتين. في البداية غادي نضع المتجهة AB فيكتوريال المتجهة AC كتساوي المتجهة N. إذا بالنسبة لي N ذات الإحداثيات واحد واحد واحد. إذا بالنسبة للطريقة الأولى ألوغ شفنا في الدرس ديال تطبيقات الجداء المتجهي، إذا التطبيق الأول قلنا بأن المتجهة AB فيكتوريال AC هي متجهة منضمية على المستوى ABC. إذا نكتبوا بأن N ذات الإحداثيات واحد 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 هي منضمية على المستوى ABC. إذن نعتبر النقطة M ذات الإحداثيات X, Y, Z بحيث M كتنتمي للمستوى ABC. هذا كيعني أن إذن يا إما نختار النقطة A أو B أو C. مثلا نختار النقطة A، إذا المتجهة AM سكالير N إيكالا زيرو، أولا المتجهة AM سلمي N كتساوي صفر. إذن إحداثيات المتجهة AM أفصول M ناقص أفصول A، إذن غتكون X ناقص واحد أرتوب M ناقص أرتوب A. إذن Y أرتوب A ناقص واحد غتكون Y زائد واحد أنسوب M Z ناقص أنسوب A. إذا ناقص ناقص واحد هي زائد واحد. إذا شنو كيعني الجداء السلمي للمتجهتين AM و N كتساوي صفر تكافئ. إذا واحد عامل لي X ناقص واحد زائد واحد عامل لي Y زائد واحد زائد واحد عامل لي Z زائد واحد كتساوي صفر. غادي نقوم بعملية النشر. إذن تكافئ. إذن عندي هنا X ناقص واحد زائد Y زائد واحد زائد Z زائد واحد كتساوي صفر. إذن عندي عدد المتقابلان ناقص واحد زائد واحد. في النهاية معادلة ديكارتية للمستوى ABC هي على شكل X زائد Y زائد Z زائد واحد كتساوي صفر. إذن يمكننا نستعملو الطريقة الثانية. إذن الطريقة الثانية كنعرفو أن معادلة ديكارتية للمستوى ABC معادلة ديكارتية للمستوى ABC هي على شكل AX زائد BY زائد CZ زائد D كتساوي صفر. وحنا كنعرفوا أن ABC هما إحداثيات المتجهة المنضمية على المستوى ABC. إذن N ذات الإحداثيات A B C هي منضمية على المستوى ABC. إذن يمكن لي نعتبر وديجا عندي N ذات الإحداثيات واحد 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 هي منضمية على المستوى ABC. إذن يمكن لي نعتبر A نأخذ A كتساوي واحد و B كتساوي واحد
و سي كتساوي واحد. اذا حاليا المعادله ديال ديكارتيه ديال المستوى ا بي سي هي على شكل اكس زائد ايغريك زائد زد زائد دي كتساوي صفر. اذا كتبقى لي القيمه ديال دي. اذا عندي الاختيار بين نقط ا و بي و سي، غنشوف النقطه اللي غتجيكم سهله. مثلا غنختار النقطه بي. اذا بي ذات الاحداثيات صفر ناقص اثنان واحد. مساله عاديه بي كتنتمي لمستوى ا بي سي. اذا غادي نعوضوا اكس بصفر ونعوضوا ايغريك بناقص اثنان زائد ناقص اثنان ونعوضوا زد بواحد زائد واحد زائد دي كتساوي صفر. اذا في الاخير تكافئ. اذا صفر ناقص اثنان زائد واحد زائد دي غتبقى عندي ناقص واحد ناقص واحد زائد دي كتساوي صفر. تكافئ دي كتساوي واحد. في الاخير معادلة ديكارتية للمستوى ا بي سي هي على شكل اكس زائد ايغريك زائد زد زائد واحد كتساوي صفر. اذا غادي نمروا للسؤال الثاني. ثانيا لتكن اس الفلكة التي معادلتها اكس مربع زائد ايغريك مربع زائد زد مربع ناقص 4 اكس زائد 2 ايغريك ناقص 2 زد زائد 1 كتساوي صفر. اذا السؤال بين ان مركز الفلكة اس هو نقطة أوميغا ذات الإحداثيات جوج ناقص واحد واحد وشعاعها إر كتساوي جذر مربع خمسة. إذا بصفة عامة تذكير، إذا إلا كانت عندي المعادلة فيلكا هي تكتب على شكل إكس موا أ مربع زائد إيغريك ناقص بي مربع زائد زد ناقص سي مربع كتساوي إر أس اثنان. إذا هذه معادلة لفيلكا هي معادلة لفيلكا مركزها أوميغا ذات الإحداثيات أ بي سي وشعاعها إر. إذا غنحاولوا نكتبوا المعادله ديال الفلكه بهذا الشكل. اذا غنفتح القوس وغنكتب اكس مربع غنجيب حداها ناقص 4 اكس زائد الوغ ايغريك مربع غنجيب حداها زائد 2 ايغريك زائد زد مربع غنجيب حداها ناقص 2 زد تساوي. اذا هاد واحد غنمروا لديك الجي غيولي ناقص واحد. إذا كنلاحظوا أن عندي بداية اللي متطابقة هامة. إذا عندي إكس مربع ناقص 4 إكس باش نكمل المتطابقة زائد 4 زائد إيكغيك مربع زائد 2 إيكغيك زائد 1 زائد زد مربع ناقص 2 زد زائد 1 تساوي. إذا ناقص 1 ألوغ كنت ضفت هنا 4 زائد 4 زائد 1 زائد واحد. إذن إكس مربع ناقص 4 إكس زائد 4 هي إكس ناقص 2 الكل أس 2 زائد إيكغيك مربع زائد 2 إيكغيك زائد 1 هي إيكغيك زائد 1 الكل أس 2 زائد زد مربع ناقص 2 زد زائد 1 هي زد ناقص 1 الكل أس 2 تساوي. عندي هنا عددان متقابلان ناقص 1 زائد 1 صفر غتبقى لي 5.
وخمسة بالنسبة لي باش نطبق العلاقة R مربع هي جذر مربع خمسة الكل أس اثنان. إذا كتلاحظوا أن مركز الفيلكا هي النقطة أوميغا ذات الإحداثيات اثنان، نقدر نكمل هنا نوضح لكم أكثر، هي X ناقص اثنان الكل مربع زائد Y ناقص واحد الكل مربع زائد Z ناقص واحد الكل مربع كتساوي جذر مربع خمسة الكل مربع. إذن غادي نجبدو هنا إحداثيات مركز الفيلكا والشعاع. إذن مركز الفيلكا، مركز الفيلكا أوميغا ذات الإحداثيات اثنان ناقص واحد واحد، اثنان ناقص واحد واحد، وشعاعها R كتساوي جذر مربع خمسة. إذا نمر للسؤال موالي، إذا ثالثا ألف أحسب لا ديستانس ما بين مسافة أوميغا مركز فيلكا عن المستوى ABC. هنا غادي نذكروا واحد القاعدة بصفة عامة، إذا تذكير، إذا إلا كان عندي بصفة عامة مستوى P معادلته على شكل AX زائد BY زائد CZ زائد D كتساوي صفر، ونقطة أوميغا ذات الإحداثيات X صفر Y صفر Z صفر، مسافة أوميغا نقطة أوميغا عن المستوى P تساوي القيمة المطلقة لـ A X صفر زائد B Y صفر زائد C Z صفر زائد D على الجذر مربع لـ A أس اثنان زائد B أس اثنان زائد C أس اثنان. إذن هذا تذكير، كانت آخر هذيك اللي درناها في الدرس، آخر فقرة ديال الجداء السلمي. إذن نعاود نذكر المعادلة الديكارتية ديال المستوى ABC هي X زائد Y زائد Z زائد واحد كتساوي صفر، و أوميغا ذات الإحداثيات جوج ناقص واحد واحد. إذن مسافة مركز الفيلكا أوميغا عن المستوى ABC تساوي القيمة المطلقة، غنعوضو X باثنان وغادي نعوض Y بناقص واحد، إذن ناقص واحد، ونعوض Z بواحد زائد واحد زائد واحد على جذر مربع. إذن قلنا المنظمية هي ذات الإحداثيات واحد واحد واحد، دونك هي واحد مربع زائد واحد مربع زائد واحد مربع تساوي، إذن عندي ناقص واحد زائد واحد عددان متقابلين المجموع ديالهم صفر، غتبقى لي اثنان زائد واحد هي ثلاثة، والقيمة المطلقة ديال ثلاثة هي ثلاثة على إذن جذر مربع ديال ثلاثة. ثلاثة على جذر مربع ثلاثة كتساوي جذر مربع ثلاثة. إذن الجواب مسافة، إذن مسافة مركز الفيلكا أوميغا عن المستوى ABC يساوي، هذه المسافة كتساوي جذر مربع ثلاثة. إذن غادي نمرو الباء اللي هو آخر سؤال في التمرين ديال الهندسة الفضائية. باء استنتج أن المستوى ABC يقطع الفيلكا S وفق دائرة جاما، وداروا لنا بين قوسين مركز والشعاع ديال الدائرة غير مطلوب، تحديد مركز وشعاع الدائرة جاما
غير مطلوب. إذن باش نجاوبوا على السؤال، إذن نضع بتي دي هي مسافة أوميغا عن المستوى ABC. إذن باش نجاوبوا على السؤال يكفي نبيلو بأن بتي دي اللي كتساوي جذر مربع صغر من الشعاع ديال الفلكة اللي هو جذر مربع 5. إذن لدينا شعاع الفلكة هو جذر مربع 5 والدي هو جذر مربع 3 و بتي دي صغر من غونت ار. إذن المستوى ABC يقطع الفلكة S وفق دائرة جاما. إذن هذا فيما يخص التمرين الأول. عزيزاتي التلميذات، أعزائي التلاميذ، تنتمنى تكونوا استفدتوا من التصحيح ديال التمرين الأول ديال الهندسة الفضائية ديال الامتحان الوطني الدورة العادية 2019. لنا موعد إن شاء الله لتتم تصحيح الامتحان في السنة المقبلة.